لذلك قال وأسلموا له، تستسلم لأمر الله، جاك الأمر من الله أو من رسول الله عليك أن تستسلم وتنقاد لهذا الأمر من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب. وقد يأتي العذاب في الدنيا بالابتلاءات والمصائب والزلازل والسيول والرياح، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، لما شافوا العذاب قالوا ده مطر، لما شافوا الرياح جاية قالوا ده المطر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. من قبل أن يأتيكم العذاب، وقد يكون العذاب في القبر، العذاب قد يكون في القبر. قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عشان كده الإنسان يبادر بالتوبة وبالرجوع إلى الله عز وجل، لطالما كنت متلبسا بمعصية ولطالما كنت متلبس بالذنب فلا راح. أسأل أي زول يتعاطى المعاصي لا تجده مرتاح البال ولا هاني، بل تجده في نكد من العيش وضيق في الصدر وغيرها من الأمور. أما الطائع والمقبل إلى الله تبارك وتعالى فهو يعيش عيشة طيبة وعيشة هنية، كما قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والعذاب قد يكون يوم القيامة، ويوم القيامة والله الذي لا إله غيره لا يستطيع أعتى عتاة الأرض أن يحتمل النظر في النار ناهيك أن يدخل النار، نظر كده سايمة بعيلة. عشان كده ربنا قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، الواحد خايف وقلبه يعني يخفق ويكاد يبلغ حلقه من عظم العذاب ومما اغترفه من الذنوب والآثام. قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والآية القبل أو البعد ربنا قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. هؤلاء الذين دخلوا النار فهي بئس القرار لهم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أرجعوا لله واستسلموا لله بالتوحيد وانقادوا للنبي عليه الصلاة والسلام باتباع السنة وأخلصوا العبادة لله وتبرؤوا من كل هذه الطرق وهذه الجماعات وهذه الفرق الضالة التي حرفت الناس عن الصراط المستقيم.
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا هذا أمر، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. القرآن والسنة من أعظم ما أنزله الله عز وجل على العباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس، دي الحسرات. تاني، أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرط. والتفريط في الدنيا هنا ويوم القيامة تاني ما بينفع الندم. الزول لو فرط في الدنيا في الالتزام بالكتاب والسنة وبعدم التوبة والإقلاع من الذنوب وعدم الرجوع إلى الله عز وجل، يوم القيامة بيتحسر. أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. تسخر. لو جاء لقى ناس موحدين يدعو للتوحيد يقول لك شايف ديل الجماعة. ربنا قال وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وما أرسلوا عليهم حافظين. المهم وإن كنت لمن الساخرين. وربنا يقول هناك في سورة آل عمران يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وما في حاجة بتورط الإنسان يوم القيامة كالشرك بالله تبارك وتعالى. والله أعظم مصيبة يعني يقابل بها الإنسان ربه أن يجعل لله ندا. زول يقابل الله بشرك، يقابل الله بعقيدة في مخلوق، يقابل ربنا بعقيدة في صاحب قبة، يقابل ربنا بعقيدة في ميت، يقابل ربنا في عقيدة في مخلوق ليس بصالح، وبل الغالب عليه طالح، ويعتقد انه بيعلم الغيب وبينزل المطر وبيجيب الرائحة وغيره من العقائد. اذا قابل عبد بعقيدة مختلة وشرك فهذا من أعظم الحسرات. لذلك يقول يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المتقين. يعني لو عندي رجعة للدنيا هناك. ربنا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ربنا قال لو كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة أي رجع إلى الدنيا فأكون من المتقين. ربنا قال له بلى قد جاءتك آياتي. الآيات جاءت، الآيات ما جاءت يا جماعة، القرآن ده واضح. ربنا قال لك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الآيات جاءتك في القرآن. ربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن التبراك عرضت. أنا أتكلم عن هذا المعرض الذي صرف هذه العبادة لغير الله يتحسر يوم القيامة. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت واستكبرت وكنت من الكافرين. وربنا قال في سورة الأعراف إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. شوف الكلام ده واضح كيف. قال لك الزول الكذب بالآيات واستكبر على الآيات ده ما بخش الجنة. قال لا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
الخيط العظيم في ثقب الإبرة، وقيل الجمل المقصود الواحد الناقة يعني. ومستحيل الناقة تخش بأخر مال الإبرة يا أخي، بالباب ده يمكن ما تخش، خليل هنا. فكيف بسمى الخياط؟ فده قال العلماء هذا من تعليق المحال بالمحال، كما قال العلامة السعدي، قال ده من تعليق المحال بالمحال. إذا الناقة خشيت من خرم الإبرة، الزول المتكبر عن آيات الله والمكذب لآيات الله يدخل الجنة، وهيهات هيهات. عشان كده الإنسان يتوب ويرجع، والدنيا دي أيام معدودة ولحظات معدودة، وبعدها تنتقل إلى دار وإلى حفرة، إما حفرة من حفر النيران، وإما روضة من رياض الجنة، وفي النهاية إما إلى جنة عرضها السماء والأرض، أو إلى نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ربنا قال فأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى فإن الجحيم هي المأوى. ربنا قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عشان كده قال بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وهناك في الأعراف ربنا قال عن هؤلاء المكذبين، قال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين. فده غاية في خذلان هؤلاء. هذا المتكبر جاءته الآيات والأحاديث والسنة ولكنه ردها، كما الآن منتشر اليومين دي. واحد من هؤلاء الناس قال تجربة النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم قال كان فيها خلل وفيها أخطاء، كيف وقد قال الله عز وجل والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما قوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام من أعدل الناس ومن أحكم الناس ومن يعني أصدق الناس قولا وفعلا عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا الرجل ينتقص ويطعن في نبوة في حكم النبي عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى يدافع عن نبيه، والله عز وجل ينتقم من الظالمين. المهم ما دارين نخوض في الموضوع ده، يجي إن شاء الله المشايخ يتكلموا فيه، لكن المهم وبعدها طوالي ربنا قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ربنا هناك قال في سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة لكن ما لا تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وربنا هناك يقول وجوه يومئذ عليها غبرة تلهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، اسودت وجوههم لما كذبوا بالكتاب والسنة واتبعوا أهواءهم واتبعوا زعماءهم وتركوا الصراط المستقيم وتركوا كلام الله تبارك وتعالى القوي المتين واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فإن وجوههم تسود. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، كذبوا على الله بأن عبدوا غيره وعبدوا معه غيره ودعوا معه غيره وتوكلوا على غيره واستغاثوا بغيره واستعانوا بغيره وطافوا بغير بيته واعتقدوا في الأموات واعتقدوا في أصحاب القباب ما لا يعتقد إلا في الله، لذلك استحقوا أن تسود وجوههم يوم القيامة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. جهنم دي ربنا أعدها بس للمتكبرين، أعدها للمتكبرين الذين تكبروا عن آيات الله والذين كفروا بالله. بعدها طوالي قال وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء
ولا هم يحزنون. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن الذين قال الله عز وجل عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وهذه الآيات فيها مواعظ وأحكام يطول سردها وذكرها. نقف بحول الله وقوته عند هذا الحد. نسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.